إذا أردت شيئا في الدنيا فعليك بثلاثة أمور جالبات بإذن الله لفضل الله. الأول الاستغفار، أكثر الاستغفار. تريد وظيفة، تريد مالا، تريد ولدا، تريد أن يذهب عنك الاكتئاب، تريد أن يذهب عنك الهم، أكثر الاستغفار. رأيت امرأتك لا تصلح معك، تتعبك، لا تطيع، أكثر الاستغفار. والثاني الدعاء، اجتهد في الدعاء. والثالث العمل الصالح، فإنك تطعم بالعمل الصالح نعم الله في الدنيا وتجزى بها في الآخرة. إذا أردت